عملت شي بحث عن الموضوع؟ ما قدرت تعرف مين هو الشاهد؟ فهمت، معناتها رح نشوف بالمحكمة مين هو. طيب شكرا. طيب شكرا كتير، مع السلامة. خير إن شاء الله، ليكون صاير شي لا سمح الله. أنا ما قدرت أعرف شي، مع مين حكيتي؟ مع جدة لماسال. شو قال، عرفتي شي منه؟ لا، أنا حاولت معه بس ما قدرت أخذ ولا معلومة. وأنا كمان حكيت مع المحامين وكل معارفي بالمحكمة، ما حدا بيعرف شي. لا تعكروا مزاجكم يا جماعة، كأنه سفنكم غرقت بالبحر. شو رح يتغير إذا جاب شاهد ولا غيره؟ شو رح يقولوا وشو عنده معلومات؟ ما سال هون عايشة مع عائلتها، مبسوطة ومرتاحة بيناتنا، وأي حدا بيقول عكس هالشي رب العالمين رح يحاسبه. طيب بركي نحن عم نقلق على الفاضي، وبعدين المحامي قال المهم التقرير تبع اللجنة. قوم خلينا نروح. لوين؟ طالما أنه تقريرهم مهم كتير خلينا نروح لعند الخدمات الاجتماعية ونفهم شو الموضوع. ريتك تسلمي لقلبي، والله الفكرة حلوة. ايه طبعاً روحوا لعندهم، احكوا معهم وفهموا لنا شو الموضوع. يلا يلا بلا ما نضيع الوقت. يلا ابني لا تروح بهالتياب، البوز شي تاني يكون مناسب أكتر. الله ييسر أموركم وإن شاء الله بتطلعوا من هالمحنة بخير. وأنا عندي أمل يا بنتي، ربنا رح يوقف جنبكم ويدعمكم. هلا انت حطي حليب بهي الطنجره وضيفي السكر. تمام خدي، بكفي كمان شوي. خلاص بكفي. قديش بحط سكر؟ معلقتين. تمام. مش الحال، كل شي تمام، حطيته على الغاز. منيح، بدنا نستنى ليبلش يغلي الحليب مع السكر. بتشكرك اختي. انا مستعدة ساوي اي شي مشان خليكي مبسوطة. بعدين كتير اذا ساويت حلو لاختي. بس تطلبي وأنا مستعدة أساوي كل شي مشانك. تسلمي لي أختي حبيبتي. إيه بس بتعرفي إذا شافك صهري وإنتي بهالحالة يمكن ساعتها يعصب علي وفي احتمال يضربني كمان. يا ويلي مسكنا. والله ما قلت لها ساوي لي هالحلو، بس قلت لها بحبه وهي أصرت تساوي لي إياه. صدق يعني؟ تمام أنا بستسلم. ليك صهري أنا جاهزة لأي عقوبة، بس ممكن بالأول تسمح لي أكل شوي من هالحلو لو سمحت. لحظة، بلشت الريحة تنتشر بالمكان. أي ماشي، ما رح أعاقبك بس عندي شرط بالأول. شو هو؟ إذا بتقدموا لي أكبر كمية من هذا الحلو بيتسكر الموضوع. ماشي اتفقنا. لكان يسلم لي صهري. طيب كتير منيح، بس ريحان بكل الأحوال لا تتعبي حالك لو سمحتي. ماشي انت لا تشغل بالك. طيب لكان انتو كلو ان شاء الله صحتين وهنا، انا بدي روح على الشركة. عن جد بدك تروح؟ ما فيك تساوي الشغل من البيت؟
ما علينا، بسيطة، الشغل ما بيتأجل. إذا صار أي شيء بتتصلي فيني فورا. ونحن شو عم نساوي هون؟ مرتك الحلوة بأمانتي، ما تشغل بالك، أنا بهتم فيها. خاطركم. خليني رافقك لعند الباب. لا لا، ما بدي تعبي حالك أكتر وتحرقي الحلو كمان. لا أصحيك. طيب يعطيك العافية أمير. وإنتو طلعي، بلش يتغير اللون، لازم نضل عم نحرك هيك مشان الكل ياخدوا نفس اللون. هذا الوضع باختصار، لهالسبب لازم نعرف شو مكتوب بالتقرير. بتعرفي صلنا شهور عم نلاحق هي القضية وما بدنا تصير مشكلة بالمحكمة. أنا متفهمة قلقكن وأنتو معكن حق، بس ما فيني أعطي معلومات عن القضية. نحن عن جد ما بدنا نحطك بموقف صعب أو محرج، بس هالموضوع مهم بالنسبة إلنا. لو حدا غيركن أنا ما كنت قلت هذا الكلام، بس بالنسبة إلي أنا كتير بعرف وضعكن. الزيارات اللي عملناها لبيتكن واللقاءات اللي ساويناها مع ماسال كلياتها كانت إيجابية بالنسبة للخدمات الاجتماعية، وفيني إلكم بكل وضوح شفت ماسال قديش مبسوطة. هي ما عم تتأثر بطريقة سلبية مثل لما تكون عن جدة. بهنيكن على اهتمامكن فيها. انتو خلال هالفترة الصعبة قدرتوا تحافظوا على نفسية ماسال بطريقة إيجابية، وعطول الضحكة على وشها. طبيعي تنكتب كل هالتفاصيل الصغيرة والكبيرة بالتقرير تبعكن. ماسال محظوظة كتير لأنه في عندها عائلة مثلكن. أنا باسم المشفى بعتذر منك أمير بيك، صدقني نحن متفاجئين كمان. مثل ما بتعرفوا الموضوع كتير حساس، ما توقعنا أنه ممكن يصير هيك شيء، وقلت لك نحن معترفين بالغلط يلي صار ومستعدين لأي شيء. أهم شيء بالنسبة لإلي هلأ هو تحليل الدي ان ايه، في غلط بالتحليل ولا لا؟ أنا بدي أعرف بأقرب وقت. طبعاً فينا نعيد التحليل أيمتى ما بدك، رح نحاول نسرع الموضوع لتاخد نتيجة بأسرع وقت، فيك تكون مطمئن. يعني ما رح يمر علي ولا يوم من دون ما أتصبح وأتمسى فيك؟ أنا مثل الأكل والمي والهواء، ما فيك تعيشي من دوني بنوب. بالله شو؟ بلا هالحكي الفاضي، أنت مثل مدخنة الصوبيا، إذا حدا وقع فيها بحس إنه عم يختنق وما عاد يقدر يتنفس بيموت بفترة قصيرة. هلأ قول ليش إجيت لهون؟ وأنا ليش بدي إجي يعني؟ قلت لك إنه بدي أعطي هدية لبنتي ماسال. وليش أنا ما قلت لك؟ ماسال مو ناقصة شي وما بدها هدايا؟ شو لهالدرجة مخك سميك؟ ألف الحمد لله بنتي عندها كل شي. يلا. وإذا في عندها كل شي؟ أنا اشتهيت لها هالهدية للبنت وجبت لها إياها، بعدين أنت شو بيعرفك؟ بجوز البنت تعجبها الهدية. اتركها هون. شو هالحكي الفاضي؟ معقول اترك الهدية على الأرض؟ نادي للبنت مشان أعطيها إياها. اعتبر انك عطيتها وانا رح اخبرها انك جبت لي اياها. يلا سيد خضر روح مع السلامه. يلا عمي خضر. بلكي هداك الرجال ساوى هالشي مشان المصاري. مو معقول ابنه، بس النتيجة اللي أعطاها الرجال مزيفة. أنا مجبور، ما فيني خبي عن ريحان هالموضوع. الأفضل نعيد تحليل الدي ان ايه.
ما عرفنا شيء عن المعلومات اللي جوا التقرير. حسب ما فهمت ما في مشكلة بتقرير الخدمات الاجتماعية، الوضع إيجابي. هيك مبين. وأهم شيء عند المحكمة التقرير اللي هن رح يقدموه، وأنت رح تاخذ الوصاية على مسألة. إن شاء الله الموضوع ينتهي لصالحنا. طيب ماشي، شكرا. عم يطمني، قال رح ناخذ الوصاية. إن شاء الله. هلا أنا بدي فوت لعند ماسال وعنقة، ما بعرف بس عم حس كتير اشتقت لها. بدك الصراحة ارتحت، إن شاء الله يكون الحكم لصالحنا، إن شاء الله عني حمل كبير. سمعتي بالخدمات الاجتماعية؟ قالوا إنه ماسال محظوظة لأنه عندها عيلة مثلنا. إذا قدرنا نعيش مع بعض هي الفترة كعيلة، فهذا الشيء بفضلك. خلينا نفوت لعند ماسا. تمام، أنا سويت اللي علي. هلأ رح نعطي هالآلة لصاحبتها الأساسية. تفضلي يا حبيبتي، امسكيها من هون. برافو عليكي، وامسكي هاي بإيدك هيك. آه، يا عيني. تمام، يلا لشوف. بتجنني حبيبتي ماسال، بس بتعرفي يمكن الآلة لازم تكون عمودية مو هيك؟ طبعا طبعا كلامك صحيح، لازم تكون عمودية هيك. امسكيها بهاي الطريقة حبيبتي، يلا عزفي لشوف. شوفي، ليش ما بدك تفوتي؟ اويا شوف قديش هي مبسوطة، ما بدي خرب فرحتها، خليهم مبسوطين بلا ما نعكرهم. بس انت اذا بدك فيك تروح لعندهم، اذا اويا ما شافتنا مع بعض ما بتصير مشكلة. ما في داعي، منيح انه اويا مبسوطة، بلكي بترجع لوعيها. شو بدنا نساوي هلا؟ الافضل نستنى بالجنينة، وإذا حسينا بالبرد فينا نقعد بالسيارة. أي مو مشكلة، مثل ما بدك. أو بالحقيقة عندي فكرة أفضل، منروح على شي مكان ومنشرب شاي. ما شاء الله عليكي يا حلوة. إيه والله يلي بيشوف ماسال بيقول إنه عنده خبرة سنين بالعزف على هالآلة. قلتي شاي؟ بدك تساوي لي شاي؟ أي شاي؟ مين بده يساوي لك شاي؟ ما عندنا شاي. آه هلأ فهمت، بدك ياني غني لك. أكيد أنت اشتقتي لصوتي حبيبتي ماسال، يلا عطيني هالآلة. Başlar önüne
لك انت ما بتخاف من الله ولا بتستحي من عبده؟ مو عرسك بعد 3 ايام، شو هاد يلي عم تساوي؟ استحي على شيبتك. يا ما بولا صدوم دباكي دنيا جاي، يا ما بولا صدوم دباكي دنيا جاي، هم مركل لونيدا سندا بني سمشتو، هم مركل لونيدا سندا بني سمشتو. بكفي هيك حاجتك مسخرة وقلة عقل يا ختيار، روح من هون، يلا روح روح ولا عاد ترجع لهون بنوب، يلا. عن جد عيب عليكي فخرية، لا تكوني بتغاري مني. ها ومين انت لحتى غار منك؟ مين مفكر حالك لغار؟ عم قلك انه خلاص قررت اتزوج، بقى شو هذا يلي عم بتقوليه؟ اسمع انا شو بدي اقولي، يلي وافق انه يعطيك بنته يا اعمى ما بيشوف يا مجنون اكتر منك. لكان هيك رأيك؟ ايه هيك. فخرية شو هاد اللي انت ساويتي؟ يحل عني ويتركني بحالي؟ مو معقول. حبيبتي مسال تعال لعندي، أميرتي الحلوة، ورجيني ضحكتك لشوف. عن جد اختي بحياتي ما دقت اطيب من هيك، والله الطعمه بتجنن. عن جد اختي ريحان كتير طيب، الله يسلم ايديكي. صحتين وهنا يا حبايب قلبي. اهلين وسهلين صهري. اهلين وسهلين، تفضل اقعد هون. صحتين وهنا. بدك الحقيقه؟ لو ما وعدتك إني أترك لك صحن من الحلو ما كنت تركت ولا لقمة واحدة، لأنه بكل حياتي ما أكلت أطيب من هيك. لا تبالغي إختي. لا أختي هي الحقيقة. إن شاء الله صحتين وهنا. شكراً لك. يلا كل الحلو ما بيستنى، ولا بعدين بأخذ الصحن من إيدك. عن جد الطعمة كتير طيبة، تسلم إيديكي. صحتين وهنا. هالحلو مو الكل بيطلع معهم كتير طيب، بس أختي مثل العسل، يلي بتلمسه بيصير طيب. أنتي بس اطلبي وأنا بساوي لك دائما حبيبتي. بس لما بطنك يصير كبير ما عاد فيك تفوتي على المطبخ، عطيني الطريقة اللي بتساويها فيها بدي اكتبها، بس بكمية أكبر، يعني ما بساوي كمية قليلة. ماشي أنا رح علمك. بعدين اختي مليكة بتقدر تساوي هالحلو، وبتطلع معها الطعمة بتجنن وبتاخد العقل، ومختلفة عن البقية. كيف بدي خبرها بخصوص تحليل الدي ان اي؟ ما بقدر، ما فيني خبرها، انا رح حلها بنفسي، رح لاقي طريقة واخد منهم عينات مشان عيد فحص الدي ان اي. بس المرة الجاية خلينا نكتر الفستق اختي، اتفقنا؟ لأنه قليل. يا ترى عجبك الشاي اللي ساووه؟ ايه كان طيب، عندي إحساس إنه رح يصير مثل ما بدنا، ومثل ما قال المحامي إن شاء الله رح ناخد الوصاية عما سال. إن شاء الله.
بعد ما نربح القضية وناخد ماسال رح ساوي حلو ورح وزعه على كل الجيران، وبخلي ماسال تساعدني كمان. انت شو رأيك؟ بس ناخد الوصاية عليها وقتها كل شي بيكون منيح. كيف كل شي رح يكون منيح؟ طالما اويا واقفة بوشنا ما في شي حيزبط. شوفي، انت ضايقتي من شي؟ لا ما في شي. منروح؟ يلا. تعال أمير، ماما خديجة جابت هدول التياب. ما عم اشبع منهم ابنه. انت عم تشوف أمير بجننه، كتير حلوين. شوف، أنا رح لبسه هالتياب بالنهار وبالليل بيلبس هدول. صغيرة، ما عم صدق انت عن جد كنت تلبس هدول التياب أمير؟ إن شاء الله ابننا لما يجي رح يلبس تياب أبوه كمان، إن شاء الله يكون إله نصيب. بس أغلب هالتياب لونهم أزرق، بلكي إجتنا بنت. مو مشكلة، أنا ما كتير بهتم بموضوع الألوان، بلبسة أزرق وزهري كمان. انت عم تشوف هاد قديش حلو أمير؟ عن جد لذيذ كتير. يا ريت لو كانوا تيابك وانتي وصغيرة موجودين كمان، كنا لبسناهم لبناتنا. قلت لبناتنا؟ ايه، اذا جبنا صبي بالاول انا رح ادعي انه يجينا بعده بنتين يكونوا حلوين مثلك، مهضومين وناعمين كمان. يعني بدك بنتين وصبي؟ إيه، ليش تفاجأتي؟ وأنا قلت لك من قبل بحب يكون عندي 3 أولاد، يعني إذا كان الأول صبي بتمنى يجيني بنتين بعده، يمكن 3 أو حتى 4. بكفي، طول بالك. أنا كتير بتمنى يكون عندي عيلة كبيرة، عددنا كبير ونحس بالعجقة بالبيت دائماً. تحس بالعجقة دائما؟ اي بالضبط. يعني في ولادنا وكلثوم وزينب والبقية كمان. خير شبك؟ ولا شي. رجاء لا تحاول تنكر على الفاضي، مبين انه عندك مشكلة. الشغل مو هيك؟ اسمع، صحي انت بتعرف اكتر مني بهالامور، بس بالنهاية هو شغل، احيانا بيكون منيح واحيانا منواجه مشاكل. المهم نعيش بامان ونكون بصحتنا. معك حق. ما علينا، أنا بدي روح على الحمام بعدين برجع بضبل تياب. وقفي دقيقة. شو صار؟ ولا شي. في شعرة منك على كنستك.
مشي الحال. هلا لازم أخذ عينة من كلثوم كمان، بس كيف بدي ساويها؟ قال بده يتزوج فاطمة وحرصن عن قريب. ايه خليه يتزوج لنشوف شو رح يساوي هالمجنون. الله يكون بعون المرأة يلي رح تاخده، أكيد مجنونة وبنص عقل مثله. ما كان ناقصنا غير هالآلة، عن جد ما كان ناقصنا غيرها. أساساً هو جابها مشان ما ننسى أبداً. بنتي الحلوة الله يرضى عليكي، ممكن تستريحي شوي؟ والله عم حس إنه راسي رح ينفجر. شايفين؟ عمو خضر اشتراري هاي الآلة. جيتوا بالوقت اللي بناسب، يعني لحقتوا بنتي قبل ما تخلص الحفلة. اسمعوا عزفة كمان. حبيبتي ما سأل، عن جد هالهدية كتير حلوة. ما شاء الله بنتي نارين، لا تخليها تتحمس كتير. من الصبح عم تعزف على الآلة وأنا عم حس راسي رح ينفجر، كله بسبب هداك الغبي أبو راس سمكة. هو ساوى هيك ليزعجني. مسال، انت بتعرفي تعزفي على البيانو وكتير بتحبيه، واخدت الميدالية كمان. يا عيني هذا الكلام الصحيح يا صاحبة أحلى عيون. اتركي هي الآلة يلي بإيدك واعزفي على البيانو. بس عمو خضر قال لي رح يجي يسمع عزفي على الآلة. لا أبدا، ما عاد يجي لهون، ما عنده لا شغلة ولا عملة غير يجي على هالبيت. حبيبتي إذا بدي خدي استراحة وبعدين كملي العزف. أنا برأيي خلوا فنانتنا تساوي اللي بدها إياه. طيب ماشي، على راحتكم. ارفعوا إيديكم مثل ما بيساوي عم خضر وأنا بعزف على الآلة. ارفعوا إيديكم مثل ما بيساوي عم خضر. فايديكي. لك أنا نسيت حط الشامه. اف عن جد برافو عليك يا بنت، على طول نسيها مشان حدا يشوفك ويكشفك. ييه خير إن شاء الله. ألو مريم، خير إن شاء الله بس ما يكون في شي مشكلة. لا أبدا لا تشغلي بالك. يعني أنت وحسن مناح؟ أنا منيحة بس حسن عم يشاغب شوي. ليش شو في؟ هو مريض؟ لا أبداً بس عم يتدلل. مو في لعبة هو بيحبها؟ وكان يسكت لما يسمع صوتها؟ دورت بكل مكان وما عم لاقيها. هلأ خطر على بالي ممكن تكون ضلت بالقصر. أي مزبوط، يمكن أنا شفتها بشي مكان بالقصر. ماشي استني رح دور. فكرت بغرفة سونا بس ما لقيتها هنيك. لا شو هالحكي، ما فيها عذاب ولا شي. المهم حسن بيك يكون مبسوط وأنا رح لاقي له لعبته بسرعة. وين اختفت يا ترى؟
طيب ماشي، إذا لقيتها بحكي معك. أنا كتير اشتقت لحسن، ممكن تقرصيه من خدوده بدالي؟ مع السلامة. يا ربي على المصيبة نسيت الشامة. برافو عليكي يا بنت، خليكي عم تنسيها دائما، آخر شي رح يكشفوكي. هلأ بيشوفني شي حدا. ساوي لي سندويشة. بالله جد؟ في أوامر تانية؟ لا تكوني مفكرتيني خادم عندك. قال ساوي لي سندويشة. طيب بس طعميني لقمة واحدة. ولك نحن عطيناكي وش صرتي بدك تركبي على ظهرنا؟ جيتي وعلقتي بهذا البيت، لسه بدي طعميكي كمان؟ هي الغبية مفكرتني خادم عندها. شو عم تساوي؟ هاتي هاتي. ما بدي. اسمعي، لا تطالعي لي خلقي وإلا بضربك. هات السندويشة. وأنا جوعانة بدي أكلها. لا تعصبيني أكثر من هيك وإلا بقلعك لبرا. هاتيها لشوف. خود. بدك تجننيني معك. ولك يلا أعطيني السندويشة. ولك بلوة حياتي. يلا افتح الباب، افتحي. بسيطة، من هلأ ورايح أنا ما عاد أعطيك حتى نقطة مي، بلكي بيرجع لك عقلك لما تموتي من العطش، وساعتها بتفتح الباب. افتح الباب يلا. ما ضل علي ذنب بعد هلأ، ما عاد خليك تحطي لقمة واحدة بتمك. الله يسلم ايدك. أنا بورجيكي. اتصلت فيني مريم قبل شوي، يعني مريم أمه لحسن، قال ضايع اللعبة تبعه وطلبت مني دور له عليها، وكنت عم دور. بس ما لقيتها، وعلى الأغلب أنت كمان ما شفتها مو؟ لا ما شفتها. بكل الأحوال منلاقيها بشي مكان هون. ألو مرحبا، أنا أمير تارهون، جهزت العينات مشان تحليل الدي إن إيه. يا ترى إمتى فينا نخلص هذا الموضوع؟ بس جبلنا العينات بنحاول نساوي بأسرع وقت، هيك أوامر المدير. ماشي، لك أنا جاي لعندكم فورا. هاللعبة شو كانت عم بتساوي بالمطبخ؟ أكيد عمايل نيجار. Hey!
انت خفتي؟ لا ابدا لا خفت ولا شيء، بس طلعتي لي فجأة وانا تفاجأت. اختي كلثوم، يا ترى يلي عم شوفه غلط ولا انت عن جد عم تلعبي بهي اللعبة؟ هاي حاجتك بقى، مو ناقصني غير انت هلا تتمسخري علي زينب خانم. يلا تعالي. صوت الآلة لساته بأداني، عشوي كان انفجر راسي. شفتها قديش مبسوطة وهي عم تعزف؟ صارت تعزف بكل جدية وانجبرت اسمعها غصب عني. بس لازم تتقبل انه عندها موهبة. متقبل هالشي. شو صار؟ المحكمة، بس تكون نتيجة المحكمة لصالحنا وقتها تعزف لي قد ما بدها، رضيان بكل شي. بترجاك لا تشغل بالك، كل شي رح يكون منيح، ما صار رح تبقى بالبيت ورح تضل جنبك. وبلكي ما صار هالشي؟ رجاء لا تحكي هيك. انت كنت برات البيت امير؟ كنت مفكرتك قاعد بالصالون واجيت مشان شوفك. طلعت مشان شم شوية هوا، بس بعدين طلع صوت من جواتي فجأة عم بيقلي انه مرتك الحلوة اشتاقت لك، رجع لعندها. ما في بالعادة تتركني لحالي امير، ليش رحت من دون ما تخبرني؟ حبيت ساوي شوية تغيير بعلاقتنا وأعطيها حماس. ما كان في داعي تساوي هالشي بنو. يعني قصدك حماسنا بمكانه؟ وطي صوتك، هلأ حدا بيسمعنا. خليهم يسمعوا. سمعت ابني الظاهر الهوى النظيف ما نفع أبوه، صار مشاغب ومشاكس. طيب ماشي. رح أرجع فورا لوضعي الأساسي. يلا خلينا ننام.
نمتي منيح؟ كيف؟ عم قول قدرتي تنامي منيح؟ ايه. شوفي الحالة اللي وصلنا لها بسبب ما سال. خلينا نقوم نجهز حالنا.